خوتي خواتاتي، غنتكلموا على واحد القضيه ديال الاستدعاء، وغادي نصحوا بعض المعلومات من بعض القنوات. حنا دائما نتوما تخرجوا الارشيف وحنا داكشي اللي كيعجبنا، برافو عليكم كتعطيونا الخدمه. كذلك نتوما كتخرجوا الارشيف وحنا يعني قال لك فذكر انما الذكرى تنفع المؤمنين. مزيان مزيان الله الا مزيان، كتفكرونا بزاف د الامور، حنا كنكون غايبه على العقل ديالنا، او ربما كنميكو كنقولوا لا خلي الامور تمشي على ما هي عليه. ولكن قال لك شفت حكي يا كريره قتلهم الدب كعريره، هذيك يقولوها جباله ونفتخر تجبليت ديالنا، واخا كاين بعض الناس اللي طيحوا بتجبليت وطيحوا بجباله، ولكن الحمد لله حنا كنفتخر الناس حجر وطوب والناس معادن، والمعادن طبعا تختلف. خوتي خواتاتي، خرجوا كيقولوا استدعاء ما جابش العام. فعلا استدعاء جاب العام، جمع مفوض القضاء وجاب العام. وديالاش هاد الاستدعاء كتقولوا وعلاش غتكون هاد الاستدعاء والناس عايشه الحياه؟ لا 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 لا، هادوك ما كيعيشوش الحياه ديالهم، هادوك كيعيشوا الحياه ديال الناس، هادوك عندهم واحد الهدف قبل تعينوا اللي هو تحطيم محمد ورضية وعائلته، فهما خدامين على هذا المنوال هذا. ما نضحكوش على راسنا وما تضحكوش على راسكم وما نغطوش الشمس بالغربال، الامور كلها واضحه وباينه. خوتي خواتاتي، القضيه وما فيها هي واحد القضيه اللي بزاف الناس ما عارفينهاش. وعلاش كتقولوا لا حنا شي امور ما خصناش نقولوها؟ لا، حنا خصنا نقولوا كل شيء، ما عندناش نخبيو على المتتبعين ديالنا. اذا غنكونوا ما عندناش مصداقيه وغنكونوا قليل الاصل، خصنا نقولوا لهم السراء والضراء ونقولوا لهم الحقائق اللي توصلنا بها ونقولوا لهم الحقيقه والمعلومات اللي عندنا. ما يمكنش حنا المتتبع نستافدوا من المشاهده ديالو، نستافدوا من التعاليق ديالو، نستافدوا باللايكات ديالو، نستافدوا من السوبر شات ديالو، كذلك نستافدوا من الوقت ديالو، كذلك كيعيش معنا، كيعيش معنا الموضوع بالقلب قلبا وقلبا. ما يمكنش غادي نخبعوا المعلومات غنخرجوا اللي غيكون اللي راه كلشي خصو يخرج كلشي، لان مادام هاد الناس هادو مخرجوا ازبالهم على اليوتيوب، خصنا حتى حنا نخرجوا توضيحات على اليوتيوب. ولكن قبل ما نوضحكم القضيه وما فيها وشني هو السبب ديال الاستدعاء وعلاش جات الاستدعاء وعلاش الافراغ ما تمشي النهار ديال اللي حضروا حضر يعني حضروا الناس ديال التنفيذ، ونهار اللي حضر الحاج اللي حلف على المصحف، وعلاش وعلاش. ولكن قبل ما هادشي كامل، كما كتعرفوا علينا اهم حاجه دائما عندنا وراس الخيمة وتاج الراس هو المتتبع المحترم والراقي، المتتبع اللي معانا على الحلوة والمرة، المتتبع اللي ما كيزقل حتى شي فيديو، المتتبع كيدعم القنوات اللي كتناصر الحق. تحياتي واحترامي وتقديري، تحياتي لبقي بقات تشميتشيمات ديالنا الفنات الدياماندات الحلوات، كنحبكم ونموت عليكم. خوتي خواتاتي، ما يهزكمش الريح، كنعرفكم نتوما جبال وجبال صامد، وكنعرف الحمد لله معنا نساء حرات شريفات عفيفات ومتتبع في المستوى ومتتبع راقي، واغلبيه المتتبعين كانوا من الطرف الاخر ولكن عرفوا الحقيقه وانسحبوا. هذا كنبغيو الانسان دائما ملي يجبروا شي بلاصه فيها الضغل، اخوتي توحي ما كيدخل عليكم القفه، راه كلمه حق راه غنتحاسبوا عليها، كلمة حق راه غنتحاسبوا عليها. اخوتي خواتاتي، تحياتي للمتتبعين خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن، تحياتي متتبعين من طنجة للقويرة والصحراء المغربية، الله الوطن الملك، عاش الملك ولا عاش من خانه، تحياتي خواتنا الجزائريين وتوانسة، تحياتنا خواتنا العرب اينما حلوا وارتحلوا، تحياتي للبقيبقات ديالي كل انحاء العالم، نحبكم ونموت عليكم. شكرا للدعم ديالكم، شكرا على الثقه ديالكم، شكرا للصبر ديالكم، شكرا لللايكات، شكرا لكثره التعاليق، شكرا للمشاهده الكامله، شكرا شكرا بزاف. وخا ضربوا لنا القنوات وطاح التفاعل كاين السينيال، وشحال المتتبعين ما كيجيهمش الاشعار ديال القناه، ولكن كاين المتتبعين الاوفياء اللي كيبحثوا كيطلعوا كيعملوا البحث على القناه، وحتى هذا مزيان كيعملوا البحث على القناه وكيدخلوا عندنا. حياكم الله، جزاكم الله خيرا. خوتي خواتاتي، خرجوا بعد القنوات كينكروا بان جاتوا الاستدعاء، وكينكروا بان العام ما طلعش مع المفوض القضائي، وكينكروا بان الناس عايشين الحياه بان فعل. لا خوتي، ما نكذبوش على المتتبعين ديالنا، الحقيقه الانسان يقول الحق، ولو فواحد الشخص انتينا كتعزو ولا كدافع عليه قول الحق، قول المحاسن ديالو، قول المساوئ ديالو. خوتي خواتاتي، القضيه وما فيها هو ان نهار ديال الافراغ، نهار اللي كان عمي الباكوري كان تما،
ونهار اللي كان الدرك الملكي كان تما، وكان المنفذين وكانوا كما كتشوفوا باش يخرجوا محمد وراضية من الدويره اللي بنوها بالعرق ديال الجبين ديالهم. نهار اليوم المشؤوم اللي كان فيه تشتيت يشهد الله، نهار الذي كان يشهد فيه الله والجماعه ويشهد المتتبعين ويشهد الجيران ويشهد العائله ويشهد الدم ويشهد الملائكه ويشهد جنود الارض وجنود السماء في تشتيت الاسره ديال محمد وراضية. نهار اللي شتتوا الاطفال وبكيتيهم ودموعهم طيحتهم والحملات مرضتهم، هنا ديك النهار هذاك دائما كنقول لكم كلشي فيه الرحمه الا هاد العائله الكحلاويه، كلشي فيه الحنيه الا هاد العائله الكحلاويه. ودائما حنا كنقولوا القانون فوق الجميع، ولكن كاين واحد الحاجه فوق القانون، الرحمه فوق القانون. وهنا كنحيي وكيل الملك وكنحيي رجال الدرك وكنحيي من اصغر جندي الى اكبرهم، كنحييكم كنشكركم على الامان اللي كتامنونا وكنتوما كتسهروا الليالي وحنا كنكونوا بيتين مامنين في الدار ديالنا. كنحييكم وادامكم الله علينا، ادام الله عليكم الصحه والتالق، دمتم في امان وسلام في هذه الارض السعيده. خوتي خواتاتي، نهار اللي جا الافراغ خوتي كانوا جوج الحوامل، ولكن سعدت وكيل الملك انظر نظره الرحمه بهاد جوج النساء الحوامل اللي هي راضية والاخت ديال محمد اللي كانوا حوامل وكانوا حاضرين. فاش سناء للاخت ديال محمد انهارت وطاحت من الوقفه ديالها واغمى عليها ملي شافت واحد السيد حامل كتاب الله، الجد اللي كيجي في المرتبه الاب، الجد اللي هو عمود ديال العائله، انه كيحلف على كتاب الله الكريم، كيحلف على كتابنا المقدس، كيحلف على كتاب الله تعالى، كيحلف على كتاب السنه والفرض، يعني كيحلف واحد الكتاب اللي حنايا كنقدسوه واللي هو الكتاب، يعني فيه السنه فيه الفرض فيه جميع القوانين ديال الدنيا وديال الاخره، فيه كلشي الله كتب لنا في هذا الكتاب، واللي ملي كنهزوه تقشعر الابدان، وملي كنسمعوه تقشعر الابدان، وملي كنقراوه كنتشافوا به، فهو كتابه العزيز المنزل على المسلمين. هنا فالسيده ملي شافت الجد ديالها كيحلف على الكذوب وشد كتاب الله طاحت من الوقفه ديالها وجاها انهيار عصبي واغمى عليها. فاش هنا ملي شافوا الدرك الملكي وتواصلوا مع سعاده وكيل الملك الله يجازيه بخير، وقالوا له شنو الظروف اللي كيعيشوها هاد العائله، وهنا فاش قالوا لهم وقفوا الافراغ، وقفوا الافراغ. هنا فاش توقف الافراغ باش بقاو الناس شي امور عندهم في الدار، حتى السيد دا كيهزها بشويه بشويه. هنا فاش ملي شافوا العائله الكحلاويه ان واكل جلاله الملك انظر نظره الرحمه وان الدرك الملكي رأف بهاد النساء، لان في كل خطب سيدنا الله ينصره ويطولنا في عمره كيكبر وكيعطي القيمه للمراه المغربيه، لان المراه المغربيه ماشي نصف المجتمع، بل المجتمع ككل، بل المجتمع ككل كيعطيها قيمه وعطاها قيمه في هذه البلاد. حياك الله وادمك الله علينا يا سيدنا محمد، الله ينصرك ويطول لنا عمرك. هنا خوتي خواتاتي فاش صلغى الافراغ يعني مؤقت، ولكن القلوب المحجره مشات رفعت واحد الدعوه وجابت بان خصو الافراغ يسلم له من السوارث. فاش هنا طلعت هاد السدعه هادي المحمد باش ينفذ نهار 22 في هاد الشهر انهم يسلم لهم السوارث. صبروا الناس وصبروا الجماعه وصبروا موالين الدار اللي عطاو الارض دار ومساكن اللي ضربوا عليها تماره، وكذلك صبروا الرجال الامن وشافوا بعين الرحمه وبالرأفه من هاد النساء الحوامل، ولكن العائله الكحلاويه ما شافت حتى شي حاجه. علاش الدم رخيص؟ علاش حب المال؟ علاش حب ديال الدنيا؟ علاش حب الاملاك، حب الادسنس، حب الشهره، ولا مرض ولا داء؟ داء الله يداوينا ويشافينا ويشافي الامه سيدنا محمد من حب الدنيا اللي لا تجعل الدنيا همنا، دائما جعل الدنيا اخر همنا، ماشي هي اول همنا، اخر همنا. هنا فاش هاد القضيه دي باش يعني وقع يعني وقف الافراغ
رأفة ورحمة بديك النساء الحوامل وبديك الجنين اللي في البطن الأم ديالو، وكان حيوهم وعاش سيدنا ولعاش من خانه، وعاش القضاء المغربي، وعاش القضاء المغربي. فهمتوا؟ وش نقول لكم؟ الصخت للعائلة الكحلاوية، الصخت للعائلة الكحلاوية، لأن لا رحمة ولا شفقة فيها. دابا حاليا جابوا واحد السدعة لمحمد بأنها كتثبت عليه نهار 22 في شهر 7 أنه خصو يكون سلم السوارت، عطى رزقه وعطى عراقه وعطى ذكرياته وعطى أيامه وعطى فلوسه وعطى خدمته لهاد العائلة هادي. لعل الله يشبع قلوبكم، لعلكم تشبعون، لعلكم تشبعون من ملذات الحياة. هذا هو خوتي القضية وما فيها. واللي تكلم بهاد القضية طبيعة الحال المفوض القضائي، تحيتنا ليلو، وكذلك طلع العام باش يوريه العنوان وباش يوريه السيد اللي غيسلم هاد السدعة. ما نغطيوش الشمس بالغربال خوتي خواتاتي. كنتمنى هاد لا فيديو نال الاستحسان ديالكم، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارطاج والتعليق المحفزة، وكثروا لنا من اللايكات، واللي اول مره كيزور هذه القناه ما يبخلش علينا بالاشتراك. دمتم في رعايه الرحمن، والى الملتقى.